بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 106. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة من فضيلة الشيخ إلى إجابة عدد من الأسئلة. أولها رسالة من المستمع بن علي الحسين من المغرب، يسأل في أولها عمن علم بنجاسة ثوبه بعد صلاته فيه، وفي ثاني أسئلته يسأل عن وقت سجود السهو وما يقول بعده، وفي آخرها يسأل عمن نسي قراءة الفاتحة. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤالين للمرسل عادل أحمد الحطامي من اليمن، يقول في أولهما: ماذا يقدم الداخل للمسجد يوم الجمعة في النداء الثاني إذا دخل، أيبدأ بتحية المسجد أم إجابة المؤذن؟ وفي ثانيهما يسأل عن مقدار زكاة الذهب المعد للزينة. بعد ذلك رسالة من المستمع محمود شريف مصطفى من تشاد، مقيم في حفر الباطن، يسأل في أول أسئلته عن النسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سؤاله الثاني يقول: هل تجوز إمامة المرأة لمجموعة من النساء؟ بعد ذلك رسالة من المستمع منصور ناصر البيض من اليمن، يسأل في أولها عمن يقرأ القرآن بلا تدبر، هل له أجر أم لا؟ وبعد ذلك سؤال منه عن صلاة من يفكر في الدنيا وهو في صلاته، هل هي صحيحة أم يجب عليه أن يعيدها؟ بعد ذلك سؤال من سائل لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يسأل عن طوافه وسعيه وقد زاد في عدد الأشواط احتياطا، وسائل آخر لم يذكر اسمه ولم يرمز له أيضا، يسأل عن رميه الجمرات بسبب الشك كما في السؤال الأول. بعد ذلك رسالة من المستمع عدنان الفتوح من سوريا، مقيم في المملكة، يسأل عن التيمم مع وجود الماء بسبب شدة البرد. بعد ذلك يسأل عن نذر النذرة أن يذبح شاة لله تعالى، ثم يسأل عن حكم الجماعة في صلاة التراويح والعيدين، وآخر أسئلته عن زكاته وهو يعيش مع والده وعن زكاة والده. بعد ذلك رسالة من المستمعة أحمدية القرني من الباحة، بعثت فيها بعدد من الأسئلة، أولها تسأل عن تمدحها بحجها، هل يفسده ويجعله رياء أم لا؟ وفي ثانيها تسأل عن خروجها من الفصل في وقت الحصة، هل يجعل راتبها حراما أم لا؟ وفي سؤالها الثالث تسأل عن أكل المعلمات ما تطبخه الطالبات في حصة التدبير المنزلي. وفي آخر أسئلتها أو السؤال الأخير في أسئلة هذه الحلقة تقول: هل يأثم من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه؟ فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. السؤال الأول في هذا اللقاء جاء في رسالة من المستمع ابن علي الحسين من المغرب، يقول في سؤاله الأول: هل الإنسان إذا صلى الصلاة الفريضة بالناس ثم تذكر بعد الصلاة أن في ثوبه نجاسة أو قد حمل معه في جيبه نجاسة لكنه لم يتذكر إلا بعد الصلاة، يقول هل صلاته بالناس صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم بها أو كان عالما بها ولكن نسيها، صلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما والحمد لله، لكن عليه أن يغسل النجاسة للمستقبل، للصلاة بالثوب في المستقبل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل سجود السهو في الصلاة يسجده الإنسان قبل السلام أو بعده؟ وهل يجب عليه مرة أخرى التشهد بعد السجود للسهو أم عليه أن يسجد فقط؟ وإذا كان السجود بعد السلام هل يجب عليه السلام مرة أخرى أم لا؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة أو شك في الصلاة فإنه يكون
بعد السلام، هذا هو الأفضل، ولا يأتي بعده بتشهد، يكفي التشهد الذي أتى به قبل سجود السهو أو قبل السلام إن كان سجد بعد السلام، وعليه أن يسلم مرة ثانية. إذا سجد بعد السلام فعليه أن يسلم مرة ثانية بعد الاتيان بالسيدتين. نعم. السلام الله عليكم. في آخر أسئلته يقول الأخ بن حسين بن علي الحسين: إذا كان الإنسان يصلي في الركعة الأولى أو الوسطى وكان قائما يقرأ لكنه نسي قراءة سورة الفاتحة وقرأ سورة أخرى ولم يتذكر إلا بعدما ركع، ماذا يفعل إذا تذكر ذلك؟ أفيدونا رحمكم الله. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وحق المنفرد، فإذا نسيها لم تصح ركعته، لم تصح هذه الركعة، ولو ركع وهو لم يقرأ الفاتحة ناسيا ثم ذكر فإنه يرفع، أي لأن هذا الركوع غير صحيح، إنه يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها من القرآن في الركعتين الأوليين ويسجد للسهو قبل السلام. نعم. أجابكم الله وأحسن إليكم. الرسالة الأخرى لهذه الحلقة أتت من المستمع عادل بن أحمد الحطامي من اليمن، له سؤالان. يقول في أولهما: في يوم الجمعة وفي وقت الأذان أرى بعض المصلين يدخلون المسجد والمؤذن يؤذن فيبقون واقفين حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يقومون بأداء تحية المسجد، فهل هذا جائز؟ وهل عليهم عند دخولهم إلى المسجد أن يؤدوا تحية المسجد مباشرة حتى وإن كان المؤذن يؤذن، أو السنة ما فعلوه في انتظار المؤذن ثم أداء التحية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. فعلها هذا جائز، لكن الأفضل أن يبادروا بأداء الركعتين ولو كان المؤذن يؤذن من أجل أن يتفرعوا لسماع الخطبة، هذا هو الأفضل. نعم. لو كان في غير خطبة كفريضة من الفرائض الخمسة يختلف الأمر شيء؟ كيف؟ أنت تقول حتى يدركوا سماع الخطبة. إيه نعم، إذا كان أنه غير الجمعة فإن الأفضل أنه ينتظر ويتابع الإمام ويأتي بالذكر الذي بعد فراغ المؤذن ثم يأتي بالنافلة، لأنه لا يفوت عليه شيء، خلاف من دخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يبادر بالصلاة من أجل أن يتفرغ سماع الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عادل الحطامي يقول في سؤاله الثاني: كم مقدار زكاة الذهب إذا كان للزينة؟ وهل الزكاة محصورة على ما زاد على المقدر أم تشمل الذهب كاملا؟ الزكاة في الذهب المعد للبس والزينة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على عدم وجوبها فيه، وإذا أراد أن يزكيها على قول من يقول بالوجوب فإنه يخرج ما يقابل ربع العشر. إذا كان هذا الذهب يبلغ النصاب أي 20 كيلو من الذهب فأكثر، 20 مثقال أي 20 مثقال من الذهب فأكثر، أي 11 جنيها ونصف الجنيه السعودي، يخرج ما يقابل ربع العشر. نعم. جزاكم الله وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع محمود شريف مصطفى من تشاد مقيم في حفر الباطن، بعث سؤالين. يقول في أولهما: هل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى جده 22 إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وأما سلسلة النسب وعدد الأفراد في السلسلة الله أعلم بذلك، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لبعد ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم من الزمان، لكن هو من ذرية إسماعيل على سبيل القطع واليقين في ذلك. نعم. في سؤال الآخر يقول: هل تجوز إمامة المرأة لمجموعة من النساء؟ تجوز إمامة المرأة مجموعة من النساء، ولكنها تقف في صفهن، يعني في وسطهن. نعم. أحسن الله إليكم. مستمع من اليمن منصور بن ناصر البيض له سؤالان. يقول في أولهما: ما حكم من يقرأ القرآن الكريم ولا يتدبر آياته ولا يهمه إلا أن يختم القرآن فقط، هل له شيء من الأجر أم يأثم على ذلك؟ هذا نقص عظيم، لأن المطلوب من التلاوة التدبر وتفقه في معاني القرآن، ذلك بمراجعة التفسير الصحيح أو سؤال أهل العلم، وإذا قرأ قراءة مجردة عن التفكر وعن التدبر فهي قراءة ناقصة، لكن له فيها الأجر بحسب نيته، له من الأجر فيها بحسب نيته. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤال الآخر:
ما حكم من يدخل في الصلاة وهو يفكر في الدنيا ولا يدري بعض الأحيان أنه داخل صلاته إلا بعد أن يسلم؟ هل تجوز صلاته أم عليه أن يعيدها من جديد أم ماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فاقد للخشوع في الصلاة، والخشوع هو روح الصلاة ولبها، فعليه أن يعالج نفسه بالرجوع إلى صلاته واستحضار عظمة الله عز وجل، ولا يتمادى مع الوساوس ومع التفكير في أمور الدنيا. فإن لم يتنبه واستمر على هذه الأفكار في صلاته وعلى انشغاله بأمور الدنيا، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه. قد يكون له نصف صلاة، ربع صلاة، عشر صلاة، قد لا يكون له شيء، لكنه لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، فلا يؤمر بالإعادة. نعم. السلام الله عليكم. سائل لم يذكر اسمه ولم يرمز له يقول: وقعه بعبارة الفقير إلى الله تعالى، يقول: طفت طواف العمرة 7 أشواط فشككت فيه فزدت شوطا واحدا، ثم سعيت سعي العمرة فشككت فيه فزدت شوطين، ثم طفت طواف الحج 7 أشواط فشككت فيه فزدت واحدا، وسعيت للحج فشككت فيه فزدت شوطين، فهل عملي هذا صحيح وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يظهر من عمل هذا السائل أنه مصاب بالوسواس، ولكن الطائف والساعي إذا شك في عدد الأشواط فإنهما يبنيان على اليقين وهو الأقل، ويكملان على هذا الأساس. أما إذا كان مصابا بالشكوك والأوهام فإنه لا يلتفت إليها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر أيضا لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يسأل عن رميه الجمرات في الحج، يقول في سؤال طويل: رميت يوم النحر جمرة العقبة 7 حصيات طارت خارج العمود البعض منها، فعوضت عنها بأخر، لكني لست متأكدا من إجمالي الحصيات 7 بأنها وقعت أو ضربت العمود، وفعلت مثل ذلك في اليوم 11 في جميع الجمرات 3، أرمي كل جمرة بحوالي 10 حصيات لأني لست متأكدا أن الذي يصل العمود هو 7 حصيات، وفي اليوم 12 ليلا قمت بإعادة للرمي من جديد، فرميت جمرة العقبة الكبرى أولا بنية يوم النحر، ثم عدت إلى جمرة الصغرى فرميتها بنية اليوم 11 وكذلك الوسطى ثم الكبرى، وفعلت ذلك أيضا بنية اليوم 12 الذي أنا موجود فيه وأنا أرمي مرتبا من الصغرى إلى الوسطى إلى الكبرى، وتطير أحيانا بعض الحصى ولكني معوض عنها. المهم أني تأكدت أن الذي وصل إلى العمود في كل جمرة هو 7 حصيات بالتمام. أما اليوم 13 فقد رميت الجمرات بعد الزوال مرتبة ومتأكدا من وصول كل جمرة 7 حصيات، فهل عملي هذا صحيح؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الذي يرمى هو الحوض وليس العمود الشخص، وإنما جعل هذا العمود علامة على المرمى ليراه الإنسان من بعيد فيأتي إليه ويهتدي به إلى أن هذا هو محل رمي الجمرة، ولا بد من وقوع الحصى في الحوض، سواء ضربت الشاخص ووقعت في الحوض أو وقعت في الحوض مباشرة ولو لم تمر بالشاخص. فإذا رميت 7 حصيات كلها وقعت في الحوض فإنها صحيحة ومجزئة إن شاء الله، وإذا رميت وضربت الشاخص وطارت ولم تقع في الحوض فإنها غير مجزئة، تنبه لذلك. وما عملته من رمي الجمرات في اليوم الأخير من أيام التشريق مرتبة من اليوم الأول والثاني والثالث فهو عمل احتياطي، ولكن عليك من الأول أن تتأكد من صحة رميك وعن المكان الذي يرمى ويشترط وقوع الحصى فيه من أجل أن يكون رميك صحيحا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع عدنان الفتوح من سوريا مقيم في المملكة بعد رسالة يقول فيها لي عدد من الأسئلة، في أولها يقول: فضيلة الشيخ، أنا مقيم الآن في السعودية، مهنتي راعي أغنام، في فصل الشتاء يكون البرد شديدا أحيانا فأصبح وأنا جنب من الاحتلام فأتيمم بالتراب، مع العلم أن عندي ماء لكن الماء بارد لشدة برودة الجو، وأحيانا أصلي الفجر بالتيمم بالتراب، هل التيمم بالتراب جائز وعندي ماء أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ذكرت من برودة الماء الشديدة التي لا تطيقها أو تخشى من أثرها الضرر، فإن كان عندك ما تسخن فيه الماء من الوقود فإنه يجب عليك ذلك ولا يجزيك التيمم، لا بد أن تسخن الماء
حتى تستطيع استعماله في الطهارة، لأنك قادر على استعماله في هذه الحالة ولا يجزيك التيمم. أما إذا لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخشيت على نفسك من الضرر، فإنك تتيمم بالتراب وتصلي وصلاتك صحيحة، لأنك عاجز عن استعمال الماء في هذه الحالة. نعم. بسؤال آخر يقول: عندما سافرت من سوريا إلى السعودية كنت مصابا بمرض في رأسي منذ مدة 14 سنة، وعالجته كثيرا لكني لم أشفى، ومنذ دخلت هذه الأرض الطاهرة إن شاء الله فقد شافاني الله، مع العلم أنني لم أعالج، والآن أصبح لي 10 أشهر لم أحس بأي ألم. فنذرت ذبيحة شاة لوجه الله، فهل تكفي أم علي مزيد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. يكفي أن تفعل ما نذرته، ذبح الشاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، لأن هذا نذر طاعة، نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا يلزمك أكثر منه. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: في وقت الفراغ من عملي أقرأ القرآن، وأحيانا يأتي صاحب العمل وأنا أقرأ في القرآن فأخبئه فورا حتى لا يراني، لأنه لا يرضى أن الراعي يقرأ القرآن. فأحيانا يأتي وأنا بوسط بعض الآيات فأطبق القرآن ولم أكمل الآية، فهل علي ذنب في هذا أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وهل من كلمة لمثل هذا صاحب العمل هذا؟ أحسن الله إليكم. إن كانت قراءة القرآن تنقص العمل ولا يتم مراقبة الحيوانات التي ترعاها يخشى عليها من الضياع أو من اعتداء الذئب أو غيره عليها، فلا يجوز لك أن تقرأ في هذه الحالة، لأنك مؤتمن على هذا العمل ويجب عليك الوفاء به. أما إذا كانت القراءة لا تشغلك عن القيام بعملك وعن مراعاة المواشي التي ترعاها، فإن ذلك جائز لك، وليس من حق الكفيل أن يمنعك من ذلك، لأنه لا ضرر عليه فيه. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: إنني في شهر رمضان المبارك كنت أصلي التراويح وحدي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وصليت صلاة العيدين، فهل تجوز صلاتي أم لا؟ مع العلم أن معي رجلا سودانيا نصلي جماعة، هل هذا جائز أيضا أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. يجوز أن تصلي التراويح منفردا وأن تصليها مع جماعة، ولكن صلاتها في المسجد مع الجماعة أفضل. وأما صلاة العيد فتصلي مع المسلمين ومع الإمام، إلا إذا فاتتك الصلاة فإنك تقضيها على صفتها، وإن كان معك أحد قد فاتته الصلاة فإنكم تصلون جماعة على صفة صلاة العيد، ويكون من باب القضاء. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: إنني بحمد الله أصلي وأصوم، لكني لم أزكي لأني أعيش مع والدي في البيت، ووالدي لم يزكي، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى منعم عليه بمال كثير من الغنم والحديد، ولكن لم يزكي أبدا عدا فطرة الصيام، وهو يصلي لكنه لا يحافظ على الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر والجمعة والأعياد، ولم يذهب إلى المساجد أبدا، فهل معيشتي معه حرام أم حلال؟ وماذا أعمل؟ وهل يجوز لي دفع زكاة عني وعن عائلتي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. يجب في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تخرج زكاتها عند وجوبها، وهي تجب في 4 أشياء: تجب في النقدين، تجب في النقدين أي الدراهم والنقود التي تستعمل سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية. ثانيا تجب في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ثالثا تجب في عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع والشراء، يزكي قيمتها بحسب ما تساويه عند رأس السنة بأن يقدرها، ثم يخرج ربع العشر. رابعا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويشترط في الجميع بلوغ النصاب، وهو نصاب كل شيء بحسب على التفصيل الوارد في الشرع وفي كتب الفقه، ويشترط تمام الحول أيضا على المال الزكوي. إلا الخارج من الأرض فإنه تخرج زكاته عند الحصول عليه، قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا كان والدك لا يزكي فعليك أن تناصحه
لأنه قد يكون يجهل هذا الأمر، وتبين له أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، عليك أن تبين له، فإن لم يمتثل فإنها تبرأ ذمتك في مناصحته، وأما أنت فتزكي مالك ولا تنظر إلى والدك، تزكي مالك على حسب الوجه المشروع. نعم. والسنوات التي مرت ولم تخرج الزكاة فيها يجب عليك إجمالها وإخراجها، لأنها دين في ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه رسالة من المرسلة أحمدية القرني من الباحة، لها فيها عدد من الأسئلة. تقول في أولها: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، ولقد حججت إلى بيت الله الحرام عام 1400، وكان عمري 16 سنة، وإلى الآن أحس أنني كنت أفتخر بهذا الحج وأخبر به زميلاتي، وقد ندمت على ذلك الآن، وأحسست أن حجي لم يخلو من رياء وسمعة، فهل حجي صحيح أم لا؟ وماذا علي تجاه ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. حجك صحيح إن شاء الله، الحمد لله. وما فعلته من الإخبار به إن كان من باب الرياء فهذا فيه إثم عليك، عليك التوبة إلى الله عز وجل، وعدم الاستمرار على الافتخار بأعمالك وذكرها عند الناس، لا يجوز هذا، عليك بالتوبة وترك هذا العمل. وأما حجك فهو صحيح إن شاء الله. نعم. جزاكم الله. في سؤال آخر تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل معلمة في إحدى المدارس، وبعد شرح الدرس وكتابة الملخص على السبورة أخرج من الحصة وأدع التلميذات يكتبن الدرس من السبورة، ويمكن أن يبقى أن يكون بقي ربع ساعة على نهاية الحصة أو 10 دقائق، ويمكن أيضا يضيع 10 دقائق في بداية الحصة قبل دخول الفصل، فما حكم خروجي من الحصة مع أنني قد شرحت لهن الدرس كاملا؟ وهل حرمته تحرم علي راتبي الشهري؟ أفيدونا مأجوري. الواجب البقاء في الفصل إلى تمام الحصة المقررة نظاماً، وعدم الخروج، لأن الطالبات قد يحتاجن إليك في الاستفصال في بعض الأمور، أو أن تشرحي لهن إذا بقي في الوقت بقية، أو توجهين الطالبات بتوجيهات نافعة تكملين بها الوقت. أما الخروج قبل تمام الحصة فإنه لا يجوز، لأن هذا نقص في العمل، وما تأخذينه في مقابل هذا النقص فإنه لا يحل لك. نعم. أثابكم الله. في سؤال ثالث تقول: عندما تطبخ التلميذات في حصص التدبير المنزلي يأتين لنا بأكل من طبخهن، فما حكم أكل هذا الطبخ من عمل أيديهن؟ أحرام هو أم حلال؟ جزاكم الله خيرا. هذا حلال، لأنه مبذول للأكل، أنه يصنع للتعلم ثم يبذل للأكل ولا يطرح ويلقى في الأرض، لأن في ذلك إضاعة للمال، أكله مباح لأنه معروض للأكل ومباح لمن يأكل. في آخر أسئلتها تقول المرسلة أحمدية القرني: هل يأثم من حفظ بعض سور القرآن ثم نسيها؟ لا يأثم بذلك، لأن النسيان آفة تصيب الإنسان، فلا يأثم بذلك، إلا إذا كان هذا النسيان بسبب الإهمال وعدم المبالاة فإنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن والإكثار من تلاوته لئلا يتفلت ويضيع. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في الختام تقبلوا تحية زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم.